توقيع الاتفاقية مع السيد رئيس جهة باكار الفرنسية لتنظيم معرض على الهامش فيه منتوجات لتعاونية تشتغل في ميدان الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، لهذه التعاونيات استفادت بشكل أو بآخر من اتفاقية التعاون بين الجهتين، سواء تمويلا أو توجيها أو مواكبة. وكانت هذه فرصة هذا المعرض الرمزي كانت فرصة للاطلاع على هذه المنتوجات، وأيضا كانت فرصة المذاكرة وتبادل وجهات النظر مع القائمات والقائمين، مع المساهمات والمساهمين في التعاونيات.